أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على محورية دور مصر والمملكة العربية السعودية كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة لاسيما في ظل التحديات الجسيمة والمتصاعدة التي تتطلب تكثيف التعاون بين البلدين. وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودية. خلال اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجه الرئيس السيسي بتوفير التسهيلات اللازمة. لزياده معدلات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المصري والاجنبي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخليه السعودي والدكتور عصام بن سعيد وزير الدوله عضو مجلس الوزراء السعودي وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخليه بالاضافه الى سفير صالح بن عبد الحصيني سفير المملكه العربيه السعوديه بالقاهره ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الداخلية السعودية نقل للسيد الرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي حيث أعرب السيد الرئيس من جانبه عن تقديره لشقيقه عاهل السعودية وولي العهد مشددا علي عمق العلاقات الاخويه والتاريخيه التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومحوريه دور الدولتين كركيزه اساسيه لاستقرار المنطقه لاسيما في ظل التحديات الجسيمة والمتصاعده التي تتطلب مواصله وتكثيف التعاون بين البلدين وقد شهد اللقاء في هذا السياق تاكيد الاهميه التي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعوديه في مواجهه التحديات والمخاطر الامنيه المشتركه التي تفرزها ظروف المنطقه، خاصه في مجال مواجهه التنظيمات الارهابيه والمتطرفه والجريمه المنظمه العابره للحدود. فضلا عن تصاعد الجرائم الالكترونيه، وهو ما يمثل تحديا كبيرا يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر التي اضحت تتخذ انماطا جديده ومتغيره بما يفرض مواصله التطوير والتدريب المشترك لمواكبه تلك المتغيرات وتعزيز جهود حفظ الامن والاستقرار كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجيه النهوض بقطاع الاستثمار والتجاره خلال الفتره المقبله في اطار رؤيه مصر 2030 والتي تم اعدادها بالشراكه والحوار بين مختلف اطراف العمليه الاستثماريه والتجاريه في مصر. حيث تتضمن الاستراتيجيه هدفا رئيسيا يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير من خلال خطط موسعه لجذب الكيانات الاستثماريه الكبرى في العالم للاستثمار في مصر في عده قطاعات خاصه القطاع الصناعي باعتباره قاطره النمو الاقتصادي للدوله فضلا عن تعزيز ثقه المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتمادا على استقرار السياسات النقديه والماليه وتعزيز الالتزام بوثيقه سياسه ملكيه الدوله التي تهدف لتقويه دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوفير البيئه الاقتصاديه الداعمه والجاذبه للاستثمارات فضلا عن فتح اسواق جديده للتصدير بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديريه ومجالس الاعمال المشتركه وقد وجه السيد الرئيس بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر واستمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري على رأسها قطاعات الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعايه الصحيه وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدوله في التنميه الشامله